أحد صباحكم من جديد أحبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد، والآن وكالمعتاد فقرتنا الرياضية وبطلات المملكة روزان إدعجة وبتول صابر راح يستعرضوا اليوم برياضة الكاراتيه، تأسيس لاعب الكاراتيه. بحلقتنا الماضية تحدثنا عن لعبة التايكوندو، ترى بنروح للتايكوندو بنرجع للكاراتيه والعكس صحيح، وهذا يعني هذه الرياضة رياضات الدفاع عن النفس. نتمنى أن الرسالة تكون بشكل سليم ورياضي وصحي. شو بدكم اليوم تشرحونا بعرضكم الرياضي؟ هلا بالبداية بحب أحكي صباح الخير لجلالة سيدنا اللي هو قدوتنا الرياضي الأول ولجميع السادة المشاهدين. بالأول رح نشرح كيف بتأسس لاعب الكاراتيه يلي منه بينبنى اللاعب، ورح نعطي شوية حركات ورح نحكي تقريبا عن الحزام اللي بيكون في البداية. طبعا ربات البيوت والسادة المشاهدين اللي بيحضرون بيقدروا انهم يستفيدوا من هاي الشغلة، انهم بيقدروا انهم يطبقوا انه اشي مش كتير سهل، يعني اشي مش كتير صعب. فيك تحكي شوي سهل ويعني ما بيقدر شوي سهل، يعني وهو مش كتير شوي شوي سهل، بس انه يعني بسهولة الواحد بيقدر يلقط ويطبق. جميل. أكيد. طبعا احبتنا روزان الدعجة وبتول ناصر ابطال مملكة بلعبة الكاراتيه، واكيد الان راح نتعلم الكثير والكثير. يلا خلينا نبدأ. يلا اوكي. هلا بالبدايه طبعا جسم لاعب الكاراتيه بتقسم لثلاث اقسام. هلا اول شيء منطقه الوجه اللي هي منطقه الجودن اسمها. هلا هاي المنطقه اسمها منطقه الشودن، منطقه ما تحت الحزام اسمها منطقه الجيدن. هلا بشكل عام القبضه في الكاراتيه، القبضه اعملي معي هيك، طبعا تسكيره اليد بتكون بهاي الطريقه. اول شيء واحد اثنين ثلاث، طبعا الاصبع بيكون بهاي الطريقه. ليش؟ لحتى لو عملناه هيك رح ينكسر، وبرضه لو عملناه هيك رح ينكسر، فافضل طريقه بتكون هيك. تمام. هلا رح بشكل عام قلنا انه بتقسم الجسم لثلاث اقسام. مسار الحركه رح يكون مسار لولبي، ايديكي هون اتش بهاي الطريقه، ني سن جي جو روك سيتش هاتش او جو. هلا رح نعطي اساسيات الثبات للاعب. اول ما يدخل اللاعب رح بنعلمهم على اساسيات ثبات، وطبعا لقدام اساسيات خطوه طبعا، وفي كاتات. هلا الكاته بشكل عام هي مجموعه حركات قتاليه ضد اشخاص وهميه. هلا الكاراتيه برضه هي اصلا، ايش هي الكاراتيه؟ هي اليد الخاليه من اي سلاح والنفس الخالية من أي نية سوء. هلأ أساسيات الثبات، أويزوكي جودا على منطقة الوجه، مع العد بدك تلعبي معي، اتش ني سن تشي جو روك سيتش هاتش او جو. هلأ حنلعب على منطقة الشودن اللي هي منطقة، هاي المنطقة اتش ني، بدلي إيديكي سن تشي جو روك سيتش هاتش يو جو. على الجيدن منطقة ما تحت الحزام اتش ني سن تشي جو روك سيتش هاتش يو جو. هلا حنعطي بعض الحركات، حركات دفاع وحركات هجوم. هلا اول حركه دفاع، هلا هاي الحركات اللي لعبناها الاويزوكي هي عباره عن حركه هجوم، سواء كانت منطقه جودن او شودن او جيدن. هلا حنعطي حركات الدفاع. هلا اول حركه دفاع هي حركه الجيدن براي، طبعا امسكي ايدي تلعب بهاي الطريقه، امسكي ايدي يلا مع العد العبي جيدن براي، ايدك اليمين يمين اتش ني سان تشي جو روك سيتش هاتش يو جو. هلا حنلعب حركه السوت اوكي، تيجي من برا لجوا. هاي الحركه بقدر اني ادافع عنها فيها عن طريق اضربي اويزوكي شودن من هون، واحد رح تكون مثل هيك برضه من هون من برا لجوا. العبي معي اتش ني سن تشي جو روك
فيتش هاتش يو جو. هنلعب حركة الاتش. اوكي برضو هاي حركة دفاع. اتش ني سان تشي جو روك فيتش هاتش يو جو. هنلعب الايد. اوكي برضو هاي حركة دفاع. اضربي اوزوكي على الجودن جودن جودن منطقة الوجه. هلا من هون رح تكون بهاي الطريقة كمان مرة. اوكي العبي معي. اتش ني سان تشي جو روك سيتش هاتش يو جو. هاي اعطينا بعض حركات دفاع هجوم عن طريق الايدين. هلا حنلعب ركلات بالقدم. امسكي الجاك وقفي قدامي. هلا رح نلعب اول اشي الماي جيري. حتنلعب بهاي الطريقة. برفع الرجل بضرب بلم وبنزل بشكل سريع. تعال بطل. هلا حنلعب المواشي جيري. هاي طبعا مواشي جيري سواء كانت على منطقة الشودن اذا كنا في مباراة فعلية حتنلعب. اعكسي هاي الجهة وقفي هيك. حتنلعب اذا كانت على منطقة الشودن اللي هي هاي المنطقة حتنلعب نقطتين سواء كانت بطن او ظهر. اذا كانت على منطقة الجودن اللي هي على منطقة الوجه حتعطي ثلاث نقاط من هون بهاي الطريقة. منطقة الجودن ارفع شوي اللي هي منطقة الوجه من هون وبنزل. اوكي طبقي ماي جري مواشي جري. اوكي هلا اعطينا شوية الحركة هجوم ودفاع. هلا حنلعب كاتا. الكاتا قلنا هي عبارة عن مجموعة حركات قتالية ضد أشخاص وهمية. طبعا الكاتا ما بين حزام أبيض أصفر هي كات الهيان شودن. هلا عندنا الهيان شودن نيدن ساندن يوندن هي عبارة عن السلام أول ثاني ثالث رابع. عندنا كاتا التيكي شودن هي عبارة عن ركوب الخيل. البس دايتا كاتا شوي متقدمة هي عبارة عن اختراق القلعة. حنلعب هلا الهيان شودن معناها السلام الأول اللي هي كاتت اسود لا كاتت ابيض سوري اصفر. العبي اسكو ري اوس يوي هيان شودن هيان شودن اتش. زي ما بتلاحظوا اول حركه لعبناها هي حركه القدم براي. قلنا هي حركه دفاع. اذا بشكل عام كاراتيه هي عباره عن دفاع عن النفس. حركات دفاع عن النفس. نكمل ني سان تشي جو روك سيتش هاتش يو اتش ني سان جي اتش ني سان جي كايا اتش ني سان تي يوي كيا اسكوب ري اوس يوي. هلا طبعا بالبداية اي فئتين او اي شخصين لازم يكون بينهم الاحترام. هلا احنا تعودنا لما بدنا نيجي بدنا ندق باب اول اشي بدنا ندق الباب. يعني شو؟ يعني نأدي تحية. لما شخص بده يسلم على ابوه بده يأدي له تحية. عندنا بالكاراتيه بشكل عام لازم اي لاعب سواء كان حزام اعلى او اقل منك بدك المفروض منك انك تأدي له تحيه. عندنا التحيه بهاي الطريقه سكوداتش ري اوس يوي. بتمنى انه تكونوا استمتعتوا واستفدتوا.